معلش خلينا النهارده ننتقل مرة شويه تانية توقفات. ونحاول إن شاء الله يكون معنا المهندس حسام بدير مدير قطاع تطوير الأعمال في نادي الاتفاق. يا باشمهندس حسام، صباح الهنا. صباح الفل استاذ نهوان واستاذ كريم، صباح اهلا الورد. بحضرتك، منورنا ومداخله في غايه الاهميه طبعا، لان العالم كله حاليا انظاره على السعوديه والصفقات وحجم وقيمه هذه الصفقات، وطبعا صفقات تقريبا كلها ناجحه بشكل كبير جدا. وزي ما كنا بنتكلم في البدايه خالص لما كنا بنسمع عن كريستيانو رونالدو، كنا بنقول ان هي صفقه دوله وليست صفقه رياضيه فقط او صفقه كره قدم فقط. يعني السؤال بقى المهم هنا طبعا، انا عايزه اروح مع حضرتك ازاي اصلا وليه السعوديه بدات تفكر في الاستعانه بنجوم اوروبا بهذا الكم كمان في الدوري السعودي، وهل حجم كمان الايرادات ممكن ان هو يعوض كم الانفاقات اللي تمت في العقود اللي بنسمعها بملايين اليوروهات؟ اتفضل يا فندم. صحيح، هو دلوقتي لا يخفى على حد يعني ان توجه الدوري السعودي هو منافسه كبار الدوريات في العالم زي الدوري الفرنسي والدوري الايطالي، وان هو الخطه الموضوعه حاليا من المملكه ان هو ينافس هذه الدوريات ويكون من ضمن افضل 5 دوريات على مستوى العالم على كذا مرحله. وفكره استقطاب النجوم العالميين مش بس هدفها هو هدف رياضي، بالعكس هو هدف استراتيجي بيتماشى مع رؤيه المملكه 2030 لتطوير قطاع السياحه والترفيه والرياضه، وان يخلي انظار العالم تتجه نحو المملكه العربيه السعوديه بوجهه نظر مختلفه شويه عن الناس اللي اتعودت عليه. فكان دي ابرز الاهداف، فاي لاعب بيجي لاي نادي او استقطاب نجم كبير زي بنزيما في الاتحاد، زي مؤخرا جوردن هندرسون في الاتفاق مثلا، فهو الهدف منه استراتيجي مش بس رياضي. هو تسويق للمدينه اللي النادي موجود فيها، على سبيل المثال كريم بنزيما فرايح جده، والاتفاق رايح جوردن هندرسون رايح الاتفاق اللي هي الدمام، فبيخلي الناس تتعرف اكثر على معالم المدينه سياحيا وابرز المناطق اللي فيها. فهو ده باختصار يعني الهدف من استقطاب النجوم العالميين. ده الشق اللي هو المعنوي شويه، او الشق اللي هو مش مادي، الشق المادي بقى تحديدا، هل احنا الايرادات دي يعني من التسويق اللي تكلفته عاليه جدا سواء تعاقدات او غيره هتقدر المملكه تسترده مره ثانيه غير الماركتنج طبعا اللي هي عاملاه، ولا ده لا يقدر بثمن زي ما بيتقال؟ صحيح، فهو طبعا المبالغ المرصوده لاستقطاب نجوم العالم دي مبالغ كبيره جدا، لكن في نفس الوقت اي مسؤول هو دايما بيفكر في حاجه في الاستثمار او في التسويق عندنا اسمها تكلفه الفرصه البديله. فهو بيشوف اذا هو عايز يعمل يعني توسعه او تعزيز الهويه بتاعه السياحه ممكن يصرف قد ايه في السوشيال ميديا وفي الميديا وفي الماركتنج سولوشنز العاديه، الحلول التسويقيه التقليديه. فانا اشوف دي طريقه ذكيه جدا. اما عن استرداد المبالغ دي فبالعكس، شفنا دلوقتي توسع من كافه الشركات العالميه في رعايه الانديه، فده برضو هيكون مورد كبير للدخل. زائد الجزء اللي حضرتك قلت عليه ان هو جزء اللي لا يقدر بثمن ولا يقاس، اللي هو قوه العلامه التجاريه وتعزيز الصوره الذهنيه في عيون الناس يعني او في ذهنهم. هو بطبيعة الحال أي قرارات اتخذت من قبل المملكة العربية السعودية في هذا الإطار أكيد ما بتتخذش كده بشكل عشوائي، لازم بتدرس كويس قوي، وكل الأطراف والأشخاص المعنيين بيبقوا طرف أساسي في مسألة الاختيار من عدمه. لكن سؤالي لحضرتك دلوقتي، هل الاتجاه ده للشكل ده تحديدا من الاستثمار في الدوري السعودي ككل، هل هو افضل نسبيا من فكره ان احنا نشتري انديه زي ما حصل مثلا مع باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي وغيرهم؟ دي نقطه. النقطه الثانيه برضو الاستعانه بهذا الكم الكبير من نجوم واقطاب كره القدم العالميين في الدوري السعودي، هل ده برضو من شانه ان هو بشكل مباشر يدعم من ملف السعوديه اللي ممكن تتقدم بيه لاستضافه كاس العالم لاحقا؟ صحيح، انا هاخد السؤال على شقين. الشق الاول اللي حضرتك تفضلت بيه يا استاذ كريم اللي هو هل طريقه الاستثمار دي افضل من ان احنا نشتري نادي زي ما قطر عملت مع باريس او الامارات عملت مع مانشستر سيتي؟ فبالعكس السعوديه يعني الطريقه اللي هي عامله بيها دلوقتي هي بتمشي في مسارين، هو مسار الاستثمار في شراء الانديه وتخصيصها، فشفنا الاستحواذ على انديه زي نادي نيوكاسل يونايتد،
وفي نفس الوقت مسار تخصيص الأندية السعودية نفسها وتحويل ملكيتها من ملكية وزارة الرياضة اللي هي حكومية إلى قطاع خاص أو قطاع أهلي مملوك للمستثمرين. فأشوف أن الفكرة الحالية هي أذكى، لأن هي فكرة متطورة شوية عن بس استقطاب أو شراء أندية بشكل منفرد. ده السؤال الأول. السؤال الثاني مسألة تدعيم الملف السعودي لاستضافة كأس العالم طالما عند السعودية هذا الكم من نجوم كرة القدم العالميين. صحيح، هو دلوقتي التوجه العام هو استضافة أكبر قدر من الفعاليات أو الأنشطة الرياضية الكبيرة على مستوى عالمي للتمهيد لاستضافة كأس العالم. حتى الآن غير مؤكد دخول المملكة اللي هو الملف المشهور اللي هو السعودية ومصر واليونان لاستضافة كأس العالم 2030، ولو أني وده توقع شخصي أن إحنا أعتقد مش هندخل لا مصر ولا اليونان ولا السعودية في الملف، لأن خلاص التقديم في سبتمبر 2024، وحاجة زي كده الملفات بالحجم ده بيتجهز لها أكثر من 3 أو 4 سنين، ملف قطر فضل يتجهز له 10 سنوات مثلا. فده توقع شخصي وليس معلومة أو خبر، لكن كل الاستثمارات الحالية هي هدفها أن الدولة تكون واقفة على رجلها وتكون قادرة على استضافة أي حدث، خصوصا لقرب كأس آسيا 26 اللي السعودية فازت بتنظيمه. فالمنشآت حاليا كلها بيتم تطويرها لاستضافة كأس آسيا 26 بنفس الطريقة اللي كانت قطر بتستعد بيها لكأس العالم، فكانت بتستضيف بطولات مؤهلة وتكون كبطولة تجريبية بتختبر بيها الدولة قوة كوادرها وقوة منشآتها على استضافة بطولات كبيرة زي كده. حلو جدا. طيب احنا عارفه ان احنا مطولين شويه على حضرتك، بس مهم ان احنا برضو يعني معلش اعذرنا لان في كذا ملف مهم جدا. انا عايزه اسال حضرتك لان الفتره كمان اللي فاتت يا باشمهندس عمالين نسمع عن عفوا ميبابي وهو رفض العرض السعودي، لا قبل العرض السعودي. ميبابي في السعوديه والدوري السعودي ولا لا يا باشمهندس حسام؟ دي نقطه. النقطه الثانيه برضو عايزه اتكلم مع حضرتك فيها، يعني لو احنا هنيجي نتكلم عن تدخل راس الاموال في تحديدا كره القدم والاستثمارات الضخمة المؤخرا في العالم كله بتتم، هل بتشوف ان هي دايما بتكلل بالنجاح ولا بتكون عرضة لان ممكن يكون فيها نجاح وممكن يكون فيها فشل حسب الادارة؟ عشان كده برضو الواحد لازم او بسأل حضرتك عشان نطمن على نجاح التجربة السعودية. تفضل باشمهندس حسام. شكرا جزيلا. السؤال الاول مبابي، يعني اعتقد كل نجوم العالم حاليا هم على منظار الدوري السعودي، وفي طريقه دلوقتي بيتبعها اداره رابطه المحترفين والانديه السعوديه لاستقطاب النجوم الكبيره اللي زي كده. فكل اللاعبين بيتم تصنيفهم كلاس A وكلاس B، فئه الف وفئه باء اذا يعني جاز لينا التعبير بالطريقه دي، لعقود اللاعبين وليس للاعبين نفسهم لاشخاصهم، لهم كل الاحترام والتقدير طبعا. فاللاعبين المميزين النجوم العالميين هم دايما على منظار الدوري، امبابي، صلاح، قبل كده شفنا كريم بنزيما، رونالدو، فكل دول اعتقد تم تقديم ليهم عروض بشكل مستمر بغرض ان هم يكونوا في الدوري السعودي، وبتتوقف الرغبه على اللاعب هل هو حابب يخوض التجربه ولا لسه عايز يكمل شويه في اوروبا وشايف ان وجوده في الدوري ابطال اوروبا يكون طريقه لي. حتى الان ما فيش اي انباء مؤكده سواء على امبابي او صلاح، لكن بالتاكيد تم تقديم عروض دي. هل هيكونوا موجودين في الدوري السعودي ولا لا؟ اعتقد ده هيكون متوقف على رغبه اللاعبين واللي احنا هنقدر نشوفه خلال الاسبوعين اللي جايين. هو الدوري السعودي عدى بقى وتخطى مرحله التعاقد مع اللاعبين الاشهر على الاطلاق، يعني انتم مؤخرا عندكم في نادي الاتفاق شخصيا يعني تم اختيار جيرارد اسطوره ليفربول للتعاقد معاه كمدرب، فاكيد برضه هيبقى ده ليه انعكاسات طيبه على الفريق ان شاء الله الفتره الجايه. ان شاء الله. احنا فعلا بدانا كنا من اوائل الانديه اللي بدانا بالتعاقدات مع المدرب وبالتجهيز مع المدرب والتجهيز مع المدرب كان في يعني لاعبين كبار كانوا موجودين زي جوردن هندرسون زي موسى ديمبلي، فكلها اسماء كبيره كانت ساعدنا يعني ان هي موجوده في نادي الاتفاق. جميل.
باشمهندس بنشكرك جدا والله، يعني مكالمة طويلة شوية بس بنشكر حضرتك على هذه المداخلة، كان مهم جدا ان احنا نطلع كمان السادة المشاهدين على الملف السعودي وكمان الجوانب المختلفة الخاصة به، ونرد على بعض برضو الأسئلة كانت موجودة خاصة عن ميكابي.